في أوائل يناير اللي فات 2021، الخبراء الاستراتيجيين في عملاق الخدمات المالية والمصرفية الأمريكي جي بي مورغان، واللي بيدير أصول بأكتر من 3.25 تريليون دولار، قالوا إن البيتكوين ممكن يوصل ل 146 ألف دولار على المدى الطويل، لأنه بيتنافس مع الذهب كأصل من الأصول. الجماعة المحترمين دول قالوا الكلام الجميل ده وقت ما كانت البيتكوين ب 33 ألف دولار تقريبا، وطبعا قبل ما توصل لأعلى مستوى ليها في تاريخها كله عند 57 ألف دولار في 20 فبراير اللي فات. كل ده مع الوضع في الاعتبار الشعار أو الجملة اللي هنفضل نذكركم بيها طول الوقت، وياريت اللي بيفكر يدخل سوق العملات الرقمية يكتبها بخط عريض عنده: سوق العملات الرقمية مكان لا يمكن التنبؤ به. طب ايه اللي بيخلي سعر البيتكوين يقفز القفزات الضخمة دي كده مؤخرا ويحطم مستوياته اللي فاتت؟ يعني في خلال 2020 بنتكلم عن تضاعف سعره لأربع مرات تقريبا، وكلنا تابعنا الأسعار وصلت لفين في أول شهرين من 2021. والأهم، إيه أشهر الطرق اللي نقدر بيها نمسك بيتكوين وبالتالي نستفيد من ارتفاعات الأسعار الضخمة دي؟ كل ده هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا أشرف إبراهيم وده المخبر الاقتصادي. في 2009 تم إنشاء عملة البيتكوين من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص أو فضائيين، الله أعلم. المهم إن اسمه أو اسمهم المستعار ساتوشي ناكاموتو. ما كانش حد في الوقت ده يسمع عن حاجة اسمها العملات الرقمية، ناهيك عن إن حد يصدق اللي كان هبل وقتها. فضلت البيتكوين لسنوات في مخاض عسير، فشلت في جذب انتباه واهتمام الناس، وكان العشرة منها بقرش. وبمناسبة العشرة منها بقرش لازم نحكي القصة الطريفة دي. يوم 22 مايو 2010 تمت أول معاملة تجارية بالبيتكوين. سعرها في الوقت ده كانت أقل من سنت، الدولار بالمناسبة في 100 سنت، يعني كانت ببلاش تقريبا. المهم، شاب طيب من فلوريدا اسمه لازولو هانيتش قال للناس في منتدى بيتكوين توك: يا أخوانا أنا جعان وعايز أكل بيتزا، أنا مستعد أدفع 10,000 بيتكوين مقابل قطعتين من البيتزا، سواء بقى حد صنعهم في بيته وصلهم للبيت أو طلبهم من أي محل بيتزا وبعتهم لي على البيت. قام راجل بريطاني محترم قبل العرض بتاعه واشترى قطعتين بيتزا مقابل 10,000 بيتكوين. كانت صفقة كويسة للراجل في الوقت ده. قطعتين البيتزا اشتراهم من محل بيتزا بابا جونز ب 25 دولار، في حين كان 10,000 بيتكوين في الوقت ده ب 41 دولار. وتمت الصفقة على خير. ومن وقتها وبمرور الوقت أصبحت بيتزا عمنا هانيتش أغلى بيتزا في العالم. بعد 9 شهور فقط من الصفقة، البيتكوين أصبح متكافئ مع الدولار، يعني 1 بيتكوين بيساوي 1 دولار، وبالتالي 10,000 بيتكوين بقوا ب 10,000 دولار. ودلوقتي وقت تصوير الحلقة، بيتكوين بحوالي 49,000 دولار، يعني قطعتين البيتزا أو 10,000 بيتكوين سعرهم بقى كام بقى؟ 490 مليون دولار. علشان كده يوم 22 مايو من كل سنة بقى اسمه يوم بيتزا البيتكوين أو بيتكوين بيتزا داي. الشاب اللي اسمه لازولو هانيتش بيقول لصحيفة نيويورك تايمز إنه مش ندمان وقتها على بيع 10,000 بيتكوين مقابل البيتزا، وبيبرر موقفه إن البيتكوين ما كانش لها أي قيمة وقتها، وفكرة تداولها مقابل بيتزا كانت فكرة رائعة بشكل لا يصدق. المهم، نرجع لموضوعنا. ليه القفزات الضخمة اللي بتحصل لأسعار البيتكوين دي على مدار الشهور والسنين اللي فاتت؟ ده سؤال مهم جدا لازم نفكر فيه علشان نقدر نحط توقعات للبيتكوين في المستقبل. وهنا برضو ده لا ينفي القاعدة بتاعتنا اللي قلناها بداية الحلقة، إن سوق العملات الرقمية مكان لا يمكن التنبؤ به. يعني خليها قاعدة كده دايما مكتوبة قدامك. المهم، أول سبب مرتبط بنوعية الناس اللي بتستثمر في البيتكوين. لو رجعنا ورا كده بالذاكرة هنشوف إن نجم العملة الرقمية دي بدأ في الظهور بقوة بداية من أوائل سنة 2017 لما وصل سعرها لألف دولار لأول مرة، وفي خلال سنة واحدة بس وصل السعر لعشرين ألف دولار. الضجة دي جذبت الأفراد المحترفين والهواة للتعامل مع البيتكوين باهتمام وعلى محمل الجد، وجذبت المستثمرين الأفراد اللي كانوا مؤمنين بمستقبل التكنولوجيا وقيمتها. في الوقت ده كان الاستثمار في البيتكوين سمعته مش كويسة. ليه بقى؟ لأنها ما كانتش مدعومة بأي أصول ولا مدعومة من أي حكومة، وكان افتقارها للدعم ده بيزود من مخاطرها. لحد ما وصلنا لسنة 2020، السنة اللي فاتت، الصعود الصاروخي للبيتكوين السنة اللي فاتت كان مدفوع بالاستثمار المؤسسي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني صناديق تحوط وشركات كبيرة
دخلت اللعبة. على سبيل المثال شركات خدمات مالية زي سكوير وباي بال وشركة مايكرو استراتيجي أضافوا البيتكوين لوسائل الدفع بتاعتهم، وشركة التأمين العتيقة اللي تم إنشائها سنة 1851 ماس ميوتشوال في ديسمبر اللي فات 2020 قالت إنها اشترت ب 100 مليون دولار بيتكوين لصندوق الاستثمار العام بتاعها وغيرهم وغيرهم. وبرضو بدأت وسائل الإعلام الاقتصادية والمالية تهتم بالعملات الرقمية وتقدم تقارير يومية عنها، وبقى في زخم إعلامي وفي وسائل التواصل الاجتماعي حواليها، لسيما مع دخول أغنى رجل في العالم إيلون ماسك على الخط برضو، ودعمه للعملات الرقمية من خلال تويتاته وشراء تسلا بيتكوين بمليار ونص مع قبولها كوسيلة للدفع مقابل عربياتها. دخول اللاعبين الكبار دول في القصة دي منح العملات الرقمية وبالذات البيتكوين الشرعية اللي كانت محتاجاها، والشرعية دي بيتم تعزيزها يوم بعد يوم بعد اعتماد بعض الدول تقنية البلوكتشين واللي هي التكنولوجيا الحاضنة للبيتكوين. وجاء فيروس كورونا وكان سبب برضه في ارتفاع أسعار البيتكوين والعملات الرقمية التانية، لأنه دفع الدول والشركات إنها تعمل تحوط لأصولها باستخدام العملات الرقمية. الحاجة التانية اللي لها تأثير رئيسي في ارتفاع أسعار البيتكوين وهو العرض بتاع البيتكوين. في كمية محدودة متاحة من البيتكوين، رغم إمكانية تعدين البيتكوين إلا إن البيتكوين المتولد من التعدين قليل جداً، وجميع المستثمرين معتمدين على الكمية المتاحة دي فقط. وعلشان حضراتكم تكونوا في الصورة، كل البيتكوين الموجود في العالم في اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها دي حوالي 18.5 مليون بيتكوين. في أصلاً شرط منصوص عليه في كود المصدر الخاص بالبيتكوين إن حجم البيتكوين يكون محدود، بنتكلم عن حد أقصى لإجمالي البيتكوين وهو 21 مليون بيتكوين، يعني إحنا لسه عندنا حوالي 2.5 مليون بيتكوين لم يتم طرحهم، وده متروك مكافآت لعمال المناجم اللي بيعملوا تعدين للبيتكوين. بيعملوا تعدين ازاي؟ باختصار هم اللي بيتحققوا من الكتل وصحتها، ومع كل كتلة جديدة يتم تعدينها بيتم ضمها للبلوكتشين وتاخد الكود بتاعها. ازاي يا عم اشرف برضو مش فاهمين؟ بص يا سيدي، باختصار شديد خالص، نفترض ان انت عندك حساب بنك فيه 100 دولار، تمام كده؟ رحت البنك وعملت تحويل لواحد صاحبك على حسابه البنكي ب 150 دولار. هنا دور البنك انه يتحقق من وجود 150 دولار في حسابك. البنك بص في حسابك ولقى 100 دولار بس، فهنا التحويل بيترفض. البيتكوين نفس القصة، بيحتاج حد يتحقق من صحة المعاملات على البلوكتشين. لما تحول لحد 10 بيتكوين مثلا لازم يتأكد ان عندك ال 10 بيتكوين دول، وبالتالي جميع المعاملات اللي تم اضافتها للبلوكتشين لازم تكون حقيقية وصحيحة. البيتكوين بقى عنده ناس متخصصين من عملية التحقق دي بيسموهم عمال المناجم، ولان مفيش حاجة بتتعمل ببلاش، فعمال المناجم علشان يتحققوا من صحة المعاملات ويضيفوها للكتل بياخدوا مكافآت وهي بيتكوين، بيحصلوا على 6.25 بيتكوين مقابل كل كتلة، وده اعتبارا من فبراير 2021. قبل كده كانوا بياخدوا مكافآت أكبر، كل 4 سنين عدد المكافآت بيقل للنص. عمال المناجم أول ما البيتكوين طلع كانوا بياخدوا 50 بيتكوين مع تعدين الكتلة، بعدها العدد نزل ل 25 ثم 12.5، ثم بداية من الشهر اللي فات فبراير 2021 العدد نزل ل 6.25، وبعد 4 سنين من دلوقتي العدد هينزل ل 3.1 من 10 بيتكوين، وهكذا. ايه مصير عمال المناجم بعد ما العدد يوصل ل 21 مليون بيتكوين وبالتالي مش هيكون فيه مكافآت بيتكوين؟ في كلام ان هيكون فيه رسوم بسيطة جدا على التعاملات، ودي اللي هتكون مكافآت لعمال المناجم، وممكن الحاج ساتوشي يغير البروتوكول ويزود عدد البيتكوينز الموجودة، الله أعلم. أنا بس مش عايز أتوسع قوي في النقطة دي لأن التعدين مش موضوعنا دلوقتي. المهم نرجع تاني لكلامنا، الشاهد إن العرض بتاع البيتكوين محدود، بنتكلم عن 18.5 مليون بيتكوين موجودين دلوقتي بس، وبالتالي ده كان سبب رئيسي أيضا في ارتفاع أسعار البيتكوين. أخيرا إيه طرق الحصول على البيتكوين بقى؟ الحقيقة في طرق كتيرة، ولكن هنتكلم هنا عن 4 طرق بس. الطريقة الأولى هي شراء البيتكوين، ودي أبسط طريقة للحصول على البيتكوين. هنا المستثمرين بيشتروا البيتكوين وبينسوها خالص لمدة سنة أو 10 على حسب حركة السوق. النوعية دي من المستثمرين بيراهنوا على مستقبل العملات الرقمية، واستثمارهم بيكون طويل الأجل. هنا طبعاً لازم نعيد ونكرر إن ده استثمار محفوف بالمخاطر، وزي ما هو ممكن يطلعك لسابع سما ممكن برضو
يخسف بيك الأرض. علشان كده لازم الفلوس اللي هتشتري بها بيتكوين تكون مستغني عنها تماماً، بحيث لو صحيت من النوم الصبح وخسرتها لا تكون مديون، ولا حياتك تقف، ولا شغلك يفلس، ولا بيتك يتخرب، كأنها ما كانتش موجودة أصلا. طب هنا في سؤال مهم، أشتري بيتكوين منين بقى؟ في مواقع كتيرة وبورصات عالمية للعملات الرقمية تقدر تشتري من عليها، زي كوين بيس أو باينانس، وفي منصة ليجاسي تقدروا تبيعوا وتشتروا بيتكوين من خلالها، وأي عملة رقمية تانية زي الإيثر اللي هي عملة الإيثيريوم مثلا. وممكن على فكرة تشتري جزء من البيتكوين أو جزء من العملة الرقمية بس، مش لازم واحدة كاملة منها، يعني على قد رصيدك، لو حتى 100 دولار تقدر تشتري بيه. ليجاسي دي مرخصة وبتدعم اللغة العربية بالمناسبة. كل المنصات دي تقدر توصلها بالبحث في جوجل، أو للتسهيل هتلاقي رابط تحت الفيديو وفي تعليقات الفيسبوك، يعني تقدر تدخل وتاخد جولة. الطريقة التانية سريعا كده وأسف على الإطالة، قبول الدفع عن طريق البيتكوين. لو أنت من المستقلين أو العاملين عن بعد، ففي دلوقتي مواقع كتيرة تقدر تاخد تمن الخدمة اللي أنت بتعملها بالبيتكوين. هتتعلم مهارة معينة وتبدأ تعرض خدماتك على مواقع العمل عن بعد اللي بتقبل الدفع بالبيتكوين، وبالتالي تحصل على بيتكوين مقابل شغلك. أما الطريقة الثالثة وهي تعدين البيتكوين. التعدين من أكتر الطرق الشائعة للحصول على البيتكوين، ولكنه محتاج أجهزة كمبيوتر إمكانياتها قوية جداً للتحقق من المعاملات وإضافة كتل جديدة للبلوكتشين. والأجهزة دي بالمناسبة بتستهلك كميات مهولة من الكهرباء. علشان كده كان في انتقادات عالمية كبيرة لموضوع التعدين بأنه بيأثر على النظام البيئي العالمي. وعلى فكرة لسه من كام يوم بس بيل جيتس كان بينتقد البيتكوين وبيقول إن التعدين مضر بالبيئة. أما الطريقة الرابعة للحصول على البيتكوين فهي الاستثمار في مجال متعلق بالعملات الرقمية زي الشركات الناشئة القائمة على تكنولوجيا البلوكتشين. مع كل طفرة للعملات الرقمية فاستثمارك هيزيد. ولأن وقت الحلقة محدود ومش عايز أطول على حضراتكم أكتر من كده، ممكن كل طريقة من دول نبقى نعمل لها فيديو لوحده علشان نفصل فيها بشكل أكبر. الحاجة بس الأخيرة اللي عايز أتكلم عنها سريعاً هي محفظة البيتكوين. البيتكوين عملة، وأي عملة محتاجة مكان تتحفظ فيه، زي بالظبط العملات التقليدية اللي في محفظتك. البيتكوين ده يا أخوانا زي ما حضراتكم عارفين ملوش تواجد مادي ملموس زي العملات التقليدية، هي مجرد عملة رقمية. أيوة، يعني شكلها إيه برضو؟ بتكون قريبة من الصورة دي. كل بيتكوين بيكون له مفتاح أو كود خاص أنت بس اللي عارفه، ومفتاح أو كود عام الناس كلها عارفاه وتقدر تبعت لك عليه، بالظبط زي البيت بتاعكم. البيت له عنوان الناس كلها عارفاه، محافظة كذا، مدينة كذا، شارع كذا، رقم كذا، ولكن انت الوحيد اللي معاك مفتاح البيت ده، مفيش حد يقدر يدخله غيرك. اي محفظة بيتكوين بيكون فيها نوعين من المعلومات، مفتاح خاص ومفتاح عام زي ما قلنا. في انواع مختلفة من محافظ البيتكوين. في محافظ على التليفون المحمول زي كوباي وايربيدز بيقدموا محافظ بيتكوين محمولة لهواتف اي او اس واندرويد. وفي نوع تاني من المحافظ هو محافظ سطح المكتب ديسكتوب، بتكون موجودة على سطح مكتب الجهاز بتاعك. من اشهر محافظ سطح المكتب الكتروم، متاحة لأنظمة ماك ولينكس ويندوز. وفي محافظ بيتكوين موجودة على الانترنت زي المحافظ اللي بتقدمها بورصات ومواقع العملات الرقمية اللي اتكلمنا عليها. وفي نوع تاني بقى من المحافظ هاردوير، حاجة كده بتكون زي الفلاشة. من أشهر المحافظ بالشكل ده ليجر نانو أس وتريزور. وممكن بقى تفكك من كل المحافظ اللي فاتت دي وتكتب مفاتيح العملة بتاعتك على ورقة، مش تكتبها يعني بخط إيدك، ولكن أقصد تطبع المفاتيح دي على ورقة. ورغم إنها وسيلة أمنة جدا، ولكن مشكلتها إنها في النهاية ورق، يعني ممكن حاجة تدلق عليه أو تضيع، وساعتها هتفقد عملتك الرقمية أو البيتكوين بتاعك للأبد. كل محفظة لها إيجابيات ولها سلبيات. المحافظ المتصلة بالإنترنت بيسموا التخزين بتاعها بالتخزين الساخن، أما المحافظ الغير متصلة بالإنترنت فبيسموا تخزينها بالتخزين البارد. أنا عن نفسي بفضل إنك تمكس أو تخلط بين التخزين الساخن والبارد علشان تكون في الأمان أكتر. معلش طولت عليكم. في النهاية بس في سؤال عايزين ندردش فيه في التعليقات، في رأيك البيتكوين سعره هيزيد ويعدي $100,000 فعلا، ولا سعره هينهار ويرجع تاني لألف وألفين وتلاتة زي زمان؟ هشوف إجاباتكم كلها في التعليقات. وياريت ما تبخلش علينا باشتراك في القناة لو لسه مش مشترك، ولو استفدت حاجة من الحلقة دي ياريت تعمل لايك وشير ليها، يمكن حد تاني يستفيد.